العزيز شنو غادي نقول لك، حنا بعدا بالشعب المغربي بعدا حنا ما قبلناش هذا الشيء وجانا في شكل فهمت، وكما نقولوا زاد الكره ديالنا ديك الرئيس ديال فرنسا والغرب بعدا حيتاش عنصريين الجهه ديال الاسلام. وبالنسبه لهذا الشيء اللي خصو يدخل فيه، تدخل فيه الدوله فهمت كيفاش، تدخل فيه الدوله ويقطعوا المنتوجات الفرنسيه ايوا صافي، باش تكون واحد الرده ديال الفعل ديال المسلمين ضد فرنسا وضد هاد العنصريه كامله اللي كتنوض، باش مره اخرى ما يقدر يتجرا حتى شي واحد. كون يتحدوا الدول المسلمه على هاد الشيء هذا، ما غادي يقدر مره اخرى حتى شي واحد يقول شي هضره اللي غادي تسيء الاسلام والرسول ديالنا صلى الله عليه وسلم. خويا العزيز غادي نقول لك، هذا الاسلام اللي كينتشر في العالم بهذا السرعه هذه، هذا الشيء اللي خلاهم فهمت كيفاش، حيتاش ما عندهمش الربح هما ينتشر الاسلام. وكتشوف راه دابا فرنسا بلجيكا هولندا كاع الناس راه دابا كتسلم تقريبا، واحد العدد كبير كيدخل في العام الاسلام فهمت كيفاش، الدوله ما عندهاش الربح حيتاش اصلا هما كيحاربوا الاسلام. انا كنشكر ماكرو كنشكرو بزاف على هذا الرسول ديالنا عليه الصلاه والسلام، حقاش بسببه بان الاسلام ديالنا فهمت. الحمد لله اللي كاع العالم ناض كيهضر على فهمت، كيهضر على النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كنشكرو فهمت. عرفت هاد الناس كيشوفوا الدين ديالنا تبارك الله كيزيد وكينتشر وكيزيد وكيوسع تبارك الله، ماشي يبغيو ينهيو، كيبغيو يعني اديو الاسلام ديالنا واديو الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن ماشي ما غادي ينفعهم والو، ما عمرو غادي يقدروا اديو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الدجه الاعلاميه وهذوك النصارى وحنا مسلمين ما خصهمش يعملوا ديك الحاله هذيك، هادي مستحيل هادي. والله تعالى وتبارك الرسول بعث الأمة جميعا ماشي عين المسلمين. يلا أنا هذاك الشيء منكر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صافي صدق الله العظيم. وهذوك السياسة ديالهم حنا ما نعرفوش قد اللي كيعرفوهم، ما عندناش العلم كافي اللي غادي نهضروا بشي حاجة، والله تعالى وتبارك غادي يحكم بيننا وبينهم بالحق. بالنسبه لهذا الشيء راه ما خصوش يكون اصلا، حيت كيسيء للمسلمين وكيسيء للامه العربيه كامله، وهذا الشيء راه ماشي في الصميم اصلا، ما خصوش يكون واحد العداوه ما بين الديانات، سيكون واحد السلم والامان فهمتي، لكم دينكم ولي دين، اي واحد كيتبع الدين ديالو كيف بغى هويا وكيدير اللي بغى، ماشي زعما ضروري من ان نسيء الواحد كيسيء الواحد. وبحال هكاك راه كيقيسنا كاملين كمسلمين، كيادينا كاملين، كيخلينا نضطر نديرو شي حاجه اللي ماشي في زعما في المستوى ديال المسلمين. باغيين ياديو باش ياديو المسلمين وصافي، هادشي اللي كاين ما فهمتي، كيشوفوا الدين الاسلامي قوي بزاف وما كيبغيو ياديو المسلمين وصافي، حيت شافوا المسلمين ولاو ضعاف بزاف هاد الايام، ما بقى حتى شي واحد كيهضر على الاسلام او شي واحد كتجي الغيره ديالو على الاسلام. داكشي علاش ناضو حتى هما كيديروا بحال هكا باش يديروا واحد الانقراض للاسلام، باغيين يساليوا الاسلام ديالنا وباغيين يحيدوا له ديك الصوره ويشوهوا الصوره ديالو ويشوهوا صوره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء راه ما خصوش يكون اصلا. الهدف هنا هو الاساءه بالاسلام نهائيا، الاسلام ما كيحملوش، ولهذا كيحتاجوا هاد كيعملوا هاد الضجه وكيخلطوا ما بين هادي وهادي. هذا كانتقام من الاسلام. الاسلام خصو يجمع راسو ينظم راسو، ما يبقاش عاوتاني محلول. المسلمين خصهم يجمعوا راسهم، وهادشي اللي كاينو ديال المعلم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.